معركة جذورها صراع مذهبي ديني مسيحي غيرت مجرى التاريخ. إنها معركة غريف لاينز البحرية. فما هي الحكاية؟ في القرن السادس عشر تنافست ثلاث قوى عالمية على حكم أوروبا والعالم المسيحي والعالم كله، فرنسا وإسبانيا وبريطانيا. فرنسا وإسبانيا كاثوليكيتان، بينما بريطانيا اتبعت المذهب البروتستانتي، وكانت دائماً القوى التي تغير موقفها مع أو ضد إسبانيا وفرنسا حسب المصلحة. والواقع أن إسبانيا كانت الأغنى والأقوى، ومستعمراتها وصلت للأمريكيتين مصدر ثروتها من الذهب والفضة، ناهيك عن أسطولها البحري العتيد. لكنها واجهت حروباً دينية فيما كان يعرف بالأراضي المنخفضة، هولندا حالياً، لإصرارها على مخالفة إسبانيا والاحتفاظ بالمذهب البروتستانتي. وفي سبعينيات ذلك القرن بدأت بريطانيا بدعم تمرد البروتستانت، وظهر أيضاً قراصنة بريطانيون هاجموا سفن الإسبان المحملة بالثروات. وبعد عقود من العداء بين بريطانيا وإسبانيا، قرر ملك إسبانيا فيليب الثاني مهاجمة بريطانيا للإطاحة بملكتها إليزابيث الأولى عن العرش، وفرض المذهب الكاثوليكي على البلاد مرة أخرى. فانطلقت حملة الأرمادة الإسبانية البحرية، الأسطول الذي لا يقهر، من لشبونة بمايو عام 1588 تحت قيادة دوق ميدينا سيدونيا، وصولاً لإقليم فلاندرز بلجيكا حالياً، لمهاجمة جنوب شرق إنجلترا. وتكونت من 130 سفينة، منها 40 سفينة حربية وثمانية آلاف بحار وتسعة عشر ألف جندي. وكان الإسبان على وعي أنه حتى أفضل سفنهم أبطأ من سفن بريطانيا وغير مسلحة بالأسلحة الثقيلة مثلها، لكنهم كانوا يضعون كل أملهم في الانتصار على مهاراتهم القتالية، بينما اعتمد البريطانيون على عدد جنود أقل ورهنوا على أن سرعة سفنهم وكثرة أسلحتهم سترجح كفة المعركة لصالحهم، مع مهاجمة الإسبان قصفا قبل أن يطأوا أرضهم. تفاصيل المعركة كثيرة، سنذكر أهمها، والتي وقعت بين السابع والثامن من أغسطس عام 1588. بمنتصف تلك الليلة الحاسمة أطلق الإنجليز ثماني سفن قتالية نحو الإسبان، الذين لعبت الرياح دورا كبيرا في تشتيت سفنهم. فتح الإنجليز عليهم النيران قبالة سواحل غريف لاينز، وقصفوا سفنهم من مسافة قريبة وتلقوا ردا ضعيفا. فلا أسلحة الإسبان كانت منصوبة، ولا الجنود مدربين على إعادة تعبئة الذخيرة بسرعة، فغرقت ثلاث سفن إسبانية وأجبرتهم حركة الرياح على التراجع نحو إسبانيا، واستنفذ نقص الطعام والماء قوتهم، ناهيك عن ارتكابهم أخطاء ملاحية قاتلة، حتى إن بعض سفن إسبانيا اتجهت بالخطأ نحو إيرلندا وتحطمت. ووصلت 60 سفينة فقط لإسبانيا، وفقدت البحرية 15,000 رجل، بينما فقد الإنجليز بضعة آلاف، معظمهم بسبب الأمراض التي أصابتهم بالمعركة. وفي النهاية انتصرت إنجلترا وتفادت الغزو الإسباني، وبسبب هذا النصر ظلت هولندا بروتستانتية، وتراجعت قوة إسبانيا، وخلدت المعركة كأول معركة بحرية كبرى يستخدم فيها الذخائر الحية في التاريخ.